رغم التدابير الحكومية لمواجهة أزمة الغلاء، تستمر أسعار المواد الاستهلاكية في الارتفاع، حيث شهدت أسعار الخضر خاصة الموسمية منها ارتفاعا كبيرا على عكس أسعار الفواكه التي شهدت تراجعا مقارنة مع الأسابيع الماضية. غالية كل شيء بنتي، والله ما نقدر نشري، والله ولا في اللحم ولا في الدجاج ولا في البيض ولا في الحوايج الاخرين، والله غالبه بنتي العزيزه، واحد لا انتريتي ما يقدرش يشري. راهي مرتفعه بزاف بزاف بزاف، وما فهمناش هذا الشيء اللي راه يصرى. اخرين يهضرون يقول لك باللي زعما السلعه زعما مسميشه وسخانه وما على باليش، كل واحد كيفاش راهو يهضر. كيما الطوماطيش في وقتها نورمالمون راه يدير 4000 6000، هاي يدير 18000، ولا المواطن يجي يشري ولا غنحشمو نهضروا له 18000، عيب. لاريكو ما 25000، مي معليش مليحه، سي لا سي ان برودوي رار، معليش. مي الطوماطيش والطرشي والحار اناكسبتابل، ماهيش سما، خلاص حريق عيناني. سينو لو راست ما جو فوا با لي فريو كونترير، سي بون هاو تخلع عنب وكذا، سي سوبورتابل. اسعار اللحوم البيضاء والحمراء هي الاخرى تجاوزت القدره الشرائيه للمواطن البسيط، حيث باتوا يكتفون بالاطلاع على اسعارها لا اقتنائها، ويرى التجار أن أسباب ارتفاعها راجع لتلاعب الوسطاء. كما البقري راهم يدير الهبرة 215-220، غالية شوية. الغلمي 240-205، كما الجيكو يدير 260، الكتف 260، غالي شوية. دوك حنا ما فهمناش اللي يشري به السلعة يقول لك الموال يحسب ليه بالغلاء، وكيما اللي حنا كي تقول الديموند ديال المشتري تقولي له البري يقول لك غالي. الاسعار راهي مرتفعه، راها في الهرم راهي 55000 الكيلوغرام. كاين قله المربين، نقصوا تاع الاشياء غلات عليهم، ما قدرش كيما نقولوا باش يربي بولاي كامل يستقام لهم 200 مليون و300. هذو المربين الصغار اللي كانوا انعزلوا تماما. مرتفع بزاف، رانا نبيعوا فيه اليوم 50000، 50000 كيلو تاع الدجاج. وراهم مشكل في السوق، الدجاج راه ما كانش، الماكله تاعو غاليه بزاف، ما يشروش الناس، واش يشري؟ الدجاج طلع له 150 ما ينجمش يشريها. غالي، وعلاه الدجاج ناقص؟ كيما كانت النار هذيك حرقت الدجاج، ليه؟ لهذيك الدجاج ناقص. هذا ما كان، نشتريها والمارشي راه فارغ هاك تشوف. كان بكري ما عمر وقعتك راه ناقص. استمرار ارتفاع الاسعار في الاسواق استدعى تدخل الحكومه من جديد من خلال اتخاذ قرار استيراد اللحوم المجمده، والعمل على المراقبة اللصيقة لمسار المواد واسعة الاستهلاك ومتابعة المتلاعبين بها.